مساء الخير، وبداية حقيقة أود أن أرحب من قلبي بضيفين عزيزين على قلبي. أولا الأستاذ حازم الخالدي، عضو مجلس نقابة الصحفيين، الزميل العزيز. أستاذ مساك. والحقيقة مش عارف شو بماذا أصفه، ابن الغالي الغالي باسل العكور. اهلا وسهلا فيك، رئيس تحرير موقع جو 24. ما هو موقع الكتروني. انا حديثنا في هذه الليله راح يكون عن صحافي، صحفيين، ما هي مواصفات الصحفي، من يحق له ان يحمل لقب صحفي، مسؤوليات الصحفي، ومنعرج على الاساس اللي احنا بدنا نحكي فيه اللي هو المواقع الإلكترونية. لكن قبل ذلك اسمحوا لي ضيفي الكريمين بمدخل يعني لابد منه. كنا قبل هذا اللقاء قد أشرنا في يوم الجمعة الماضي إلى ارتفاع أسعار الخضار غير المبرر، ولا ندعي بأنه إحنا أصحاب السبق أو إحنا الوحيدين اللي يعني أشرنا إلى هذا الموضوع، لكن يعني الأصوات تعالت من هنا ومن هناك، وكأن ما قلنا نحن والآخرون دفع الدولي للانتباه، رغم أنه إحنا على مدى الأيام مع المواطن نحس بهموم المواطن، بمشاكل المواطن، بقضايا المواطن، ونحاول أن نطرحها ما أمكن على بساط البحث حتى نصل إلى حلول. فالعجيب العجب العجاب أن الدولة في يوم الأحد، كنا الجمعة طرحنا الموضوع، في يوم الأحد انتبهت أن فعلا هناك ارتفاع في أسعار الخضار. البندورة دينار ودينار وعشرين، والخيار بكذا كما قلنا في الحلقة المنصرمة، واتخذت قرارا بتحديد سقف سعري للخضار. المصيبة أن السقف السعري نزل من 120 قرش إلى ما يقارب أو تحديدا 45 قرش. طب هالمارجن هذا من نصف دينار الى 120 قرش 70 قرش، من المستفيد؟ قطعا مش هو تاجر المفرق، قطعا بالقطع المستفيد هم مجموعة محددة، واقولها بصوت عال، محددة، هم السماسرة الذين يتلاعبون باقواتنا. طيب انتبهت الدولة، شكرا، انتبهت الدولة لهذا الموضوع وقررت أن يصبح السعر 45 قرش، طبعا طالع نازل حسب العرض والطلب. من التزم؟ لم يلتزم أحد. نتساءل ونعلي الصوت مرة أخرى، من المسؤول؟ ومتى ستحل المشكلة؟ ومتى سنعرف من المسؤول عن يعني التلاعب بقوت المواطن؟ شكرا. اذا استرسلنا لن يكون لدينا وقت للحديث الحديث مع الضيفين الكريمين. يسعد مساكم، اهلا وسهلا فيكم. بدايه استاذ باسل، المواقع الالكترونيه 127 موقع في المملكة، صح؟ هو العدد أكثر من ذلك بقليل، راح يوصل 157. هيك الأرقام بتقول المرخصة 127 بده توصل 157، مش هيك؟ نعم. بتقول لي إيش؟ أكثر من ذلك بقليل. طب يعني هذا الرقم لبلد زي الأردن مش كتير؟ لا، هو العبرة مش بالرقم. طيب. يعني
العبرة بالدور والحيز والطبيعة الحضور الذي تفرض هذه المواقع وما وشكل التأثير في المجتمع. ولو لم يكن هذا الفضاء الجديد وهذه الصناعة الجديدة تملك هذه الإمكانات في التواصل مع الناس والتعرف على احتياجاتهم ونقل حقيقة ما يجري لما تطورت هذه الصناعة بهذه السرعة، ولما وصل العدد إلى هذا الرقم وربما سيزيد عن هذا الرقم. هذه الصناعة الجديدة ازدهرت بفترة قياسية في بلادنا ونموها طبيعي، وأظن أنها يعني حضورها هذا الطاغي وهذه المتابعة الكبيرة لها سيزيد من حضورها الكبير في السوق ومن تأثيرها، وسيضمن حالة تطور كبيرة وسيؤثر بالضرورة على وسائل الإعلام الأخرى التي تواجه صعوبات كبيرة، وبعضها يحتضر وبعضها بات بعيدا عن الناس وما عاد يؤثر بهم لا من قريب ولا من بعيد. يعني حتى نضع الأخ المشاهد في صورة اللي تفضلت فيه، وأنا مش ضده طبعا إطلاقا، يعني كل اللي تتفضل فيه إنه، وشكرا لك على جملة معترضة إنه بعضها يحتضر، نعم، في بعض الأدوات الصناعية في صناعة الصحافة بدأت يعني تتعرف مع هذا الهدور خاصة الورقية. صحيح. طيب ما هي مواصفات من يعمل في الموقع الإلكتروني؟ هو لا أنا أريد أن أركز في الإجابة على السؤال على مسألة أن فلسفة العمل في الصحافة الإلكترونية مختلفة، وهي تقوم بشكل أساسي على فكرة أنك تنجح في قياس نبض الناس والقضايا التي تهمهم وتشغلهم. لابد أن تملك معرفة في هذه الصناعة في البداية، طيب، وأن تملك الأدوات اللازمة حتى تقدم الخبر والمعلومة بطريقة صحيحة وسلسة ومختصرة ومباشرة. نعم. وهذه كلها من مواصفات هذه الصناعة الجديدة. نعم. الفضاء مفتوح للجميع، الذي يتقن هذه الصناعة ويستطيع أن يقدم للناس ما يحتاجونه من معلومة ومعرفة وتحليل ويحترم من خلاله عقل الناس سيبقى وسيستمر وسينمو وسيتسع حضوره ووجوده. أما أولئك الذين يتعاملون معها كمصلحة أو قوسين دكانة للحصول على بعض المكاسب المالية هذا لن يصمد ولن يستمر. لذلك نحن نقول دائما أن العملة الجيدة تطرد العملة الرديئة من السوق ومن الصناعة. لذلك نحن نراهن على الفهم بهذه الأدوات والتعامل معها، احترام عقل الناس، احترام حاجتهم للمعلومة والتغطية الدقيقة لما يحدث من مجريات في بلادنا. هذا يضمن بقاء وحضورا وربما ازدهارا ماليا أيضا إذا جرى التعامل معه بأساليب مهنية وحرفية. لا نشترط حتى أكون دقيق، هذه الصناعة الجديدة المفتوحة لا تشترط أن يكون دارس للصحافة أو عضوا في نقابة الصحفيين، هو يبدأ بالعمل بهذه المهنة إذا نجح وفهم أدواته وبدأ يتعامل ضمن المعايير المهنية والأخلاقية الصحيحة فأهلا وسهلا به، وهذا مجال مفتوح للجميع. أنت تذكرني الآن بحواراتنا أنا والوالد على أدبيات المهني. نعم. وشروط اشتراطات المهنة. طيب انت بتقول انه لا نشترط او لا تشترط هاي ان يكون عضوا في نقابة الصحفيين، لكن نقابة الصحفيين مؤخرا سمحت او فتحت المجال امام المواقع الالكترونية الذين يعملون في المواقع الالكترونية بان يكونوا اعضاء في النقابة. استاذ حازم. نعم. هذا ما جرى بالنسبة لتعديل قانون نقابة الصحفيين. نعم. طبعا الإعلام يتطور، وهذا يعني بجوز أستاذ موسى أنت تعرف، واشتغلت في الإذاعة عندما كانت الإذاعة في بداية الستينات والسبعينات
بجوز الأكثر استماعا بالنسبة لوسائل الإعلام. الآن يعني مع هذه التطورات الإعلام الإذاعة لم تختفي، بقيت الإذاعة وبقيت الصحافة المكتوبة. هذا واكب تطورات حديثة، بدأ الإعلام الفضائي يتسع، وبدأت وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام الإلكتروني. كانت الثورة الحقيقية هي ثورة الإعلام الإلكتروني. طبعا بجوز يعني أنا من الناس اللي درست صحافة من في بداية تأسيس كلية الصحافة في جامعة اليرموك. في قبل في السبعينات لم يكن هناك كليات صحافة، كان أي واحد بده يدخل على الصحافة يتدرب. بس بالثمانينات عملنا من هاي الصحافة لكليات المجتمع. نعم. وكانت أول دورة ابتدأت في سنة 1980 في كلية عمان. صحيح، احنا بنفتخر فيك العفو من الاعمد الصحفية والاعلامية. انا اخوكم الصغير يعني خلينا نزغر حالي، لكن فرصة. هذا لم يلغي انه الان مثلا صار عندنا 25 اذاعة خاصة. مش معناه انه قاعد الاعلام بتطور يلغي اللي قبله، لا. مثلا انا بدي اخالفك انه الصحافة المكتوبة راح تنتهي. أنا ما قلت رح تنتهي، قلت رح تتراجع. لن تتراجع الصحافة المكتوبة وستبقى محافظة على وجودها. بالمناسبة أنا واحد من قارئي الصحف بشكل، لا أنا بحكي بشكل الآن نايم. الآن القارئ أو المواطن الجمهور أمام خيارات متعددة. الآن الخيار لك مفتوح. زمان لما تعلمنا في الصحافة قالوا لنا والله العالم قرية صغيرة، اليوم العالم لم يعد قرية صغيرة، العالم بين إيديك، الموبايل بتشوف فيه جميع المواقع الإلكترونية. هذا التطور يجب أن يواكبه. يعني نقابة الصحفيين في السبعينات مثلا كانت لا أعضاها لا يزيد عن 40 أو 50. صحيح. الآن تجاوز عدد الأعداد تقريبا 1000 وزيادة. الصحافة الإلكترونية الآن بجوز إحنا لو نمشي مع التطور الصحفي في الأردن، في الثمانينات ازدهرت عندنا الصحافة الأسبوعية. صحيح. ازدهرت ازدهار قوي وكانت مؤثرة في الشارع. وأيضا بعد بس مداخلة صغيرة. نعم. وأيضا الدوريات. صحيح. الدوريات طبعا. نعم. فضل. الآن الصحافة الأسبوعية تراجع دورها، وزملائنا اللي كانوا في الصحافة الأسبوعية اتجهوا إلى الصحافة الإلكترونية. طبعا لأسباب عديدة، في منهم كما تفضل أخي باسل حافظوا على وجودهم، وفي مواقع إلكترونية لا ما لها وجود. يعني الآن أنت خياراتك تختار الموقع الإلكتروني الجيد أو الموقع الإلكتروني اللي سيء، إنك تبعد عنه وما تحاول إنك. الآن نقابة الصحفيين تنبهت لهذا الشيء. يعني كان في السابق يدخل أي زميل يعمل في الصحافة اليومية كان يحق له الانتساب لنقابة الصحفيين. نعم. بعدين تطورت الأمور، أصبح العاملين في الإذاعة والتلفزيون اللي بيعملوا في الدوائر الإخبارية يحق لهم إنهم الانتساب للعضوية. الآن مع هذا التوسع أصبح مثلا هاي آخر تعديل، الآن هذا التعديل اللي وافق عليه مجلس الوزراء مؤخرا، والآن تم تحويل هذا القانون إلى مجلس الأمة، وهو إنه تعريف المؤسسة الصحفية إن أي مؤسسة إعلامية رسمية أو خاصة تصدر في المملكة مثل وكالة أنباء، إذاعة، تلفزيون، صحيفة إلكترونية إخبارية، شرط إخبارية، تماثل في واجباتها العمل الصحفي في حقول الإعلام وتشمل دوائر الأخبار والتحرير. يعني مش كل واحد بيشتغل مثلا في فضائية أو في إذاعة أو في موقع إلكتروني، لا، بده يشتغل في دوائر